هذا عندنا ال MI myocardial infarction. اوقف اصبر. هذا طبعا يتميز انه ال myocardium ال muscle مال heart حصل بها necrosis اللي هو coagulative necrosis. هتلاحظ انه لو نقربها النيوكلياس مختفية, واذا تصير advanced stage حصل بها fibrosis. طبعا يلا فر السلايد بعد فر السلايد. فوق بتاعك فوق Thank you.